يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. عندما يضع الإنسان نفسه في موقع المسؤولية، أو تضع جهة ما تضع نفسها في موقع المسؤولية، فعلى هذا الفرد أو على هذه الجهة تحمل هذه المسؤولية بأدائها بكل الصور الممكنة، بحيث لا يكتفي هذا الإنسان أو لا تكتفي هذه الجهة ببعض الإجراءات الصورية والروتينية والشكلية التي يقول من خلالها أنا أديت مسؤوليتي والحمد لله، ما جابت نتيجة انتهت المشكلة. ليست مشكلتي أن أبحث عن الحلول، لا، مسؤوليتك أن تبحث عن كل الحلول الممكنة التي من خلالها تؤدي هذه المسؤولية، والتقاعس عن ذلك إما بمعنى أن هذا الإنسان أو هذه الجهة غير كفوءة بأن تتحمل هذه المسؤولية، وإما يدل هذا على التراخي في أداء هذه المسؤولية، وفي كلتا الحالتين لا بد من المحاسبة. منظمة التعاون الإسلامي منظمة أنشئت بعد إحراق المسجد الأقصى سنة 67 تقريباً أو 68 ميلادية، أحرق المسجد الأقصى، تداعت بعض الدول الإسلامية لإنشاء منظمة تنهض وتقوم ببعض المسؤوليات في إطار العالم الإسلامي. هذه المنظمة تعتبر ثاني أكبر منظمة حكومية في العالم بعد الأمم المتحدة مباشرة، تضم 57 دولة موزعة في عدة قارات. تعرف المنظمة نفسها هكذا: الصوت الجماعي للعالم الإسلامي، وتسعى لصون مصالحه والتعبير عنها تعزيزاً للسلم والتناغم الدوليين بين مختلف شعوب العالم. كلام جميل جدا. هناك وثيقة لهذه المنظمة، وثيقة عمل، من ضمن بنود هذه الوثيقة البند التالي: مساعدة، هذه من مسؤولياتها، مساعدة الجماعات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء على المحافظة على كرامتها وهويتها الثقافية والدينية. يعني نفترض أن هذا البلد غير مسلم وغير عضو بالتالي في منظمة التعاون الإسلامي، ولكن هناك جالية مسلمة أو هناك أقلية مسلمة أو وجود للمسلمين، حين ذاك من مسؤوليات هذه المنظمة أن ترعى حقوق هؤلاء المسلمين وشؤونهم بما يحفظ لهم حق الوجود والانتماء لذلك المجتمع، وبما يعزز وجودهم ويحقق لهم آمالهم ويعالج لهم آلامهم. الآن منظمة إذا كان من مسؤولياتها هذا الشيء، هل فعلا قامت بدورها ومسؤوليتها تجاه أزمة حالية في جمهورية أفريقيا الوسطى؟ لابد أنكم اطلعتم على ما يجري في هذه الجمهورية في أفريقيا الوسطى، والتي تعيش حالة من الأزمة الشديدة جدا الواقعة في حق الأقلية المسلمة التي تمثل 15% من سكان وأهل هذا البلد، يعني تقريبا 750,000 مسلم هم من أهل هذا البلد يعيشون الآن وضعا مربكا، بل يعيشون حالة من الأزمة الشديدة والإجرام الذي يقع عليهم.
هل قامت المنظمة بدورها في اتجاه هذه الأزمة؟ قد يقول قائل ما عندنا سوريا، الوضع القائم في سوريا هو أولى من هذا، هل قامت المنظمة بمسؤوليتها تجاه الوضع القائم في سوريا؟ كلام سليم، ولكن أيضا قد يقال أن الوضع القائم في سوريا من حيث التعقيد، من حيث حجم المشكلة، أكبر بكثير من قدرة المنظمة على معالجتها. أما الأزمة القائمة في أفريقيا الوسطى فمن المتصور أن منظمة العالم الإسلامي بشموليتها على 57 دولة وعضو فيها، من المتصور أن بإمكانها معالجة الوضع القائم في هذه الجمهورية التي تشهد حالة عرفت هكذا: تطهير ديني. تطهير ديني بمعنى ماذا؟ أن هناك من مواطني هذا البلد أو الحكومة نفسها تقوم بعملية قتل وإبادة جماعية وتهجير قسري لمواطني نفس البلد أو الساكنين في ذلك البلد المنتمين لدين معين، والغرض هو إلغاء وجود أتباع هذا الدين. الذي يجري الآن هو تطهير ديني للجالية المسلمة على يد ميليشيات مسيحية، وهذا التطهير الديني أدى إلى مقتل المئات على الأقل، وإلى تهجير وهجرة عشرات الآلاف من أهل ذلك البلد من المسلمين خوفا من عمليات القتل العشوائية. هذه الأعمال، أعمال الوحشية الطائفية التي تمت في هذا البلد، أدت إلى إفراغ العاصمة، عاصمة هذه الجمهورية، تماما من أي وجود للمسلمين. كان في مسجد أيضا هناك مركزي، تم هدم هذا المسجد في بداية الأمر، ثم بعد ذلك عمليات القتل والإبادة والهجرة والتهجير تمت إلى أن أفرغت العاصمة. بل مدير الطوارئ في منظمة Human Rights Watch المعروفة المعنية بحقوق الإنسان، مدير الطوارئ صرح هكذا، قال: مسألة أيام وسيغادر جميع المسلمين أفريقيا الوسطى فرارا من العنف. طيب، 750,000 نسمة عدد ما هو قليل، ونسبة 15% من السكان ليست بالنسبة القليلة. مؤخرا الأسبوع اللي الفائت منظمة التعاون الإسلامي أعلنت بأنها ستقوم بمبادرة بإرسال وفد، ويرأس هذا الوفد رئيس وزراء خارجية الدول الأعضاء. سيذهبون إلى هذا الوفد، سيذهب إلى هذه الجمهورية تحت هذا البند لتقييم الوضع والتواصل مع السلطات والإسهام في الحوار والتقارب. أول شيء، العبارة جدا يعني مطاطة وجدا مائعة في شأن مثل هذه الإبادة والتطهير الديني الذي يمارس منذ أشهر، والعملية باتت يعني في أواخرها، خطوة متأخرة كالعادة، وخطوة يعني أفضل ما يقال عنها بأنها روتينية شكلية، جاءت كأن الإنسان يقول: أنا شنو أبي أخلي مسؤوليتي من هذا الأمر، أبي يعني أدي تكليفي بأي صورة بحيث أن ما حد بعد يحاسبني يقول أنت ما تكلمت أو أنت ما سويت شيء، كأحنا رحنا وما صار شيء مثلا. قضية كأنها تأتي في هذا الإطار، وهذا أمر خطير أن تأتي منظمة بهذا العدد من الأعضاء ويكون دورها بمثل هذا الشكل. هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وآله، أتصور أن هذا الحديث يعني ينطبق انطباق تام على الدور الذي تنهض به هذه المنظمة، عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وآله: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. الكل يخمط. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟
قال صلى الله عليه وآله: بل أنتم يومئذ كثير، 57 دولة أعضاء في منظمة واحدة عدد سكانها، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. ما يهابونكم أصلا، شنو قيمتكم؟ غثاء كغثاء السيل. وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الآن أقدم يعني كفكرة، كحل عملي، ليس لهذه القضية ولكن عموما للجاليات والأقليات المسلمة. لا أدري لماذا لا يفكر بمثل هذه الصورة، إلا أن تكون المسألة هو مسألة إهمال وعدم تحمل مسؤولية بصورة جدية. هذه الجمهورية بحسب كتاب حقائق العالم الصادر سنة 2007 من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA، يقول بأن الإيرادات السنوية في 2007 لهذه الجمهورية كم تتخيلون الرقم؟ 250 مليون دولار. يعني كم بالكويت يصير؟ 60-70 مليون دينار. هذه الإيرادات السنوية للبلد كله، 250 مليون دولار. نسبة العجز بالنسبة للمصروفات للإيرادات 23 مليون دولار. دخل تقريبا 64% من سكان هذا البلد، الدخل اليومي 350 فلس تقريبا الفرد، دخل اليومي 350 فلس تقريبا. الآن ما بإمكان منظمة التعاون الإسلامي أن تفكر أن مثل هذه الدول تشتري منها حق مواطنة المسلمين فيها وسلامتهم وبقائهم والمحافظة على دينهم. كم مشروع قروض كذا مؤجلة إلى آخره تدفع إلى مثل هذه الدول الفقيرة اللي فيها هالجاليات المسلمة، بحيث أن هذه الدول لا تتجرأ في يوم ما وتقوم بعمليات تطهير ديني كما يحصل الآن في هذه الجمهورية، وكما حصل وما زال يمارس في حق مسلمي الروهينجا في بورما، أيضا القضية بنفس الصورة، وما زال هذا الأمر يمارس في بورما. إلى قبل يومين في البي بي سي كان هناك خبر أن ثبت أن الحكومة تقوم بدور تطهير الديني، بحيث أن أي مسلم، أي عائلة مسلمة عندها أكثر من طفلين، تمارس في حقها نوع من الضغوطات والعقوبات حتى يقللون عدد المسلمين في هذا البلد. الآن هذه المنظمة ما تستطيع أن تقوم بمثل هذا الدور البسيط لتنقذ هذه الجاليات وتحافظ على حق مواطنتها وتدفع عنها هذا الجرم الذي يقع عليها. مليارات الدولارات تنفقها أعضاء هذه المنظمة في خلق الفتن الداخلية، هذا شيء خافي. بعض أعضاء هذه المنظمة ينفقون مليارات من الدولارات لخلق الفتن الداخلية في العالم الإسلامي. ايش كان يسوي القذافي مثلا؟ فلوس شلون كان يبعثرها مثلا؟ طيب هذه الأموال أليس كان الأجدر أنها توجه وتنفق لمصلحة هذه الجاليات المسلمة على سبيل المثال، الذين يدفعون ضريبة التعصب الديني وضريبة التنافس السياسي والحزبي في الدول التي يعيشونها، حتى تصل الأمور إلى هذه الصورة المأساوية التي يلخصها المشهد الإنساني في أفريقيا الوسطى وفي بورما لمسلمي الروهينجا. أنا هنا لا أريد أن أشجع هذه الدول على أن تبتز منظمة التعاون الإسلامي، يعني دفعوا لنا وعندنا عجز ونبي فلوس، تعالوا سووا مشاريع ولا نذبح المسلمين، وإنما هي خطوة استباقية وقائية كتفكير لأسلوب عملي
نستبق فيه مثل هذه الأحداث المأساوية. هذا الموضوع الأول، سريعا أمر على الموضوع الثاني وهي الزيارة المفاجئة لإمام الأزهر الشيخ الدكتور الطيب إلى الكويت قبل أيام، وفي أجواء احتفاليات العيد الوطني. باب الفاتيكان عندما يقرر أن يزور دولة ما، لأن هناك أتباع مثلا للمذهب الكاثوليكي في هذا الدولة، يتم التخطيط لهذه الزيارة قبل أشهر، ويتم الإعلان الرسمي عن هذه الزيارة وموعدها بالدقة من قبل أشهر، ثم يكون هناك استقبال حاشد لائق برمز الكاثوليكية عندما تحط طائرته في هذا البلد، ثم تكون هناك جماهير تحف بباب الكاثوليك وهو يخطب فيهم ويعظهم ويتفاعل مع آلامهم وآمالهم في الصلوات الجماعية التي تقام بمناسبة زيارته لهذا البلد. ولكن للأسف نتفاجأ نحن في الكويت في هذا البلد المسلم، يأتي والإمام الأكبر كما يلقب إمام الأزهر يأتي ويزور الكويت بصورة كتومة وإعلام خجول وتغطية إعلامية غريبة وزيارة مفاجئة، يأتي ويزور الكويت ويمكث 3 أيام في الكويت دون أن تستثمر الجهات المعنية بزيارة إمام الأزهر، دون أن تستثمر هذه الزيارة بما يحقق نتائج إيجابية على المستوى الوطني. لا شك أن إمام الأزهر يمثل قطباً اليوم من أقطاب الاعتدال في الخطاب الإسلامي. أليس كان من الأجدر أن تستغل هذه الجهات المعنية بزيارته هذه الزيارة من أجل إلقاء الخطب والمواعظ والكلمات التي تؤكد على اللحمة الوطنية وتؤكد على وحدة المسلمين وتؤكد على التقارب والتعايش بين المسلمين، لا سيما ونحن نعيش أجواء احتفاليات اليوم الوطني أو العيد الوطني ويوم التحرير؟ كان الأجدر أن تقوم بمثل هذا الأمر وتشجع على هذا الأمر وتحقق لقاءات وخطابات جماهيرية. هناك اليوم بعض المؤسسات تقوم بمثل هذا وتحشد آلاف الجماهير، ألم يكن بمقدور الجهات الرسمية أن تحشد آلاف الجماهير ليستمعوا إلى خطاب معتدل يحفز على تلك العناوين التي ذكرتها؟ هذا أول. ثانيا، كنت أتمنى وأتوقع أن تقوم هذه الجهات المعنية أيضا بترتيب لقاء ودي بين علماء الشيعة في الكويت وبين إمام الأزهر، أيضا بما يصب في النتيجة في مصلحة الوحدة الوطنية وتحقيق وتأكيد هذه اللحمة الوطنية كخطوة في اتجاه محاربة خطاب الكراهية والتشنج والتكفير، وكرسالة قوية وواضحة لكل من يريد أن يزعزع حالة الأمن والتعايش والترابط الوطني من خلال الإثارات المذهبية التي ملأت وسائل التواصل الاجتماعي وتتوعد الكويت والكويتيين بتكرار تجربة التكفيريين هنا وهناك أيا كان انتمائهم المذهبي. ولا أدري أين يكمن الخلل، ولكنها فرصة مرت مر السحاب وضاعت معالمها في أروقة اللقاءات الرسمية والخاصة، فمن يتحمل مسؤولية ذلك؟ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات.